على ما يبدو أن موسكو ذاهبة نحو حجب يوتيوب في كافة مناطق البلاد. هذه الخطوة ليس تأتي كردة فعل على الانتهاكات من الشركة الأمريكية كما تصف الوضع موسكو. طبعا حسب الوزارة المعنية بخدمة المواطن في البلاد بأن يوتيوب قام بحجب قرابة 200 قناة روسية، 80 منها خلال هذا العام. لذلك طبعا نلاحظ بأن حديث السلطات يتجه في الآونة الأخيرة بطلب المدونين الروس بالالتجاء نحو المنصات الداخلية. واليوم طبعا نلاحظ في موسكو بأن استخدام يوتيوب أصبح بطيئا نوعا ما، على ما يبدو بأنها خطوة استباقية لحجب هذا الموقع كما حدث مع إنستغرام ومع فيسبوك مع بداية العملية العسكرية. لكن طبعا ليس هذا الشيء لا يشكل أزمة كبيرة بالنسبة للمواطنين باعتبار أن كاسر البروكسي الفي بي إن أصبح يستخدم بشكل واسع في البلاد.